قبل ما حضرتك تشوف الفيديو لازم تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد عن النادي الاهلي بينزل على قناتنا على اليوتيوب. بالنسبة لاخواتي الاهلاوية اللي داخلين عن طريق الفيسبوك وبيعانوا من تسجيل الدخول في اليوتيوب، الامر بسيط جدا، هتلاقي فوق اي فيديو الثلاث نقط اللي جنب بعض دول، هتدوس عليهم هتظهر لحضرتك القائمة دي، هتختار فتح في اليوتيوب وتدوس عليها، هتقدر بعدها تعمل كومنت وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات. دير الكرة في نادي الاتحاد السكندري العمل ماتش اكتر من رائع مع النادي الاهلي، وكان في شكوى النهارده من نادي الاتحاد في اتحاد الكره على الاحداث اللي مرت بها هذه المباراه. كابتن ابراهيم حسن اهلا بك يا فندم. عامل يا حبيبي، ويعني الدوري والكاس والماتشات بيبقى ليها طعم تاني معاكم، يعني طعم تاني وشكل تاني بجد، اي فرقه تمسكوها بتحس خلاص ان الختم يعني بيطبع من اول ما بيخش كابتن حسام وكابتن ابراهيم. ربنا يخليك، الحمد لله. طول ما انت بتشتغل بضمير عندك فكر، اكيد الناس بتشوف حاجه جديده وحاجه كويسه وحاجه مفهومه، ده غير ما تشتغل في شغل عشوائي او في بالصدفه. فالحمد لله شغلنا على ساعه ما اشتغلنا، واحنا شغلنا ليك بصمه ليك شكل معين يعني في اي مكان اماكن مختلفه الحمد لله. طيب دلوقتي انت كنت بتنتقد موسيماني ان هو مدير فني يعني مش اللي هو المدير الفني الواو، طب هو دلوقتي كسب الاتحاد موسيماني، هل لسه عند كلامك ولا لا؟ انا بص اصلا انا مش بنتقد حد، انا ما بكلمش ان بكلم ان عادي، فيه عادي وطبيعي وفي معلش مع احترامي يعني انت ماتش مع احترامي طبعا مبروك النادي الاهلي وانا باركت النادي الاهلي طبعا بطولة كبيرة وكل حاجة. كل الناس طلعت ان ايه؟ ان بيقول ايه؟ ان النادي الاهلي ما كانش كويس في الماتش بتاع الاهلي، ان الزمالك كان احسن وكان الزمالك اقرب للفوز. انا بتكلم عن نكت في الكورة، مش بتكلم مين مع مين، انا مش مع حد، انا مع وبعدين زي ما تاني بكلمك، انا في الاول وفي الاخر انا راجل النادي الاهلي، بس الكلام عادي. حتى جوه النادي الاهلي ونادي النادي الاهلي المحللين كلهم ومصر كلها والشارع نقول ان كان الزمالك كان افضل والاهلي يعني كيسر طبعا عمل اللي عليه واللعيبه ادت وتعبت طبعا، بس كان في توفيق مع انما الاداء ما كانش الفرقه اداء النادي الاهلي احسن من الشيء، ما كانش احسن من الزمالك، ده طبيعي. واحنا معانا نفس الشيء، احنا خسرنا مش مقياس، لا انا بتكلم انا بلعب مع احترامي، هو بيلعب بيت في النادي الاهلي وبيلعب جميل النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وقوه النادي الاهلي تمام، وانا ما طبعا بقى بلعب مع نادي كبير طبعا، نادي كبير زي نادي الاتحاد وفي امكانيات وتاريخ وكل حاجه، كل احترام لنادي الاتحاد، بس بنتكلم على الامكانيات والظروف تمام. فلما جيت تقول لي انك انت مثلا ممكن تقول موسيماني، انا ما انتقدش حد، بس بتكلم ان كان في مش النادي الاهلي حر، الاداره حره طبعا انها تجيب المدرب اللي هم عايزينه وشايفينه ومقتنعين بيه، بس انت بتكلم ده النادي الاهلي، ده اي حد هيشارك النادي الاهلي ياخد بطولات. يعني اي حد وحصلت قبل كده مدربين بدون ذكر اسامي مسكت اسبوعين وخد بطوله افريقيا ولعبوا كاس عالم انديه، يعني ده النادي الاهلي. باي حد هتكسب باي حد يعني ده حاجه زي مش محتاجه فهلاوه من المدرب يعني. ايوه انت فاهم بدليل ده الاداء النادي الاهلي ما كانش احسن حاجه في النهائي وما كانش احسن حاجه معانا. صح ولا غلط؟ فانا بتكلم واحده واحده. ايوه وانا الماتش بتاعي انا كسبان 1-0 الدقيقه 75 تقريبا. صح جالي ضربه جزاء او لا يعني فاهم؟ جالي ضربه جزاء يبقى النتيجه 2-0. انت في الدقيقة 75 يعني انا 75 ما لا يمكن لا يمكن لا يمكن انا بقول لك لا يمكن كان عويض من الاهلي لان خلاص كانت المعلومة بتعدي 2-0 النادي الاهلي هيفتح ممكن تخطف حاجات كتيرة كانت ممكن تحصل انما انا ما خسرتش كورة معلش ما خسرتش كورة انا كسبان انا كسبان يعني انا كسبان 1-0 وجالي ضربه جزاء وهتبقى 2-0 وما اتحسبتش غريبه بقى ان انت فانا ده ردي عليك في اللي انت بتقوله وده كويس جدا وده كويس جدا بقوه وقوه النادي الاهلي وتاريخه واسمه
ومعنوياته، وكسبان بطولة أفريقيا قدام الزمالك حاجة جميلة جدا. احنا عملنا الممر الشرفي لأن النادي الأهلي يستاهل. كابتن إبراهيم، ولو الزمالك كسب ولو الزمالك كسب كنت هتعمل كده؟ كنا هنعمل كده، لأن ده دي كانت رغبة مننا، من مجلس، من رئيس النادي الأستاذ محمد صلحي ومجلس الإدارة ومن الجهاز أنا وحسام. أيوة. وكنا سعداء بيها جدا لأن احنا شرف لينا إن ده نادي مصري. بتتكلم الكلام ده يعني لازم الناس تبقى فاهمه كويس قوي مين اللي بيتكلم. اللي بيتكلم عن النادي الاهلي وان الاهلي بيكسب بتاريخه ده يعني اتنين من الاساطير اللي لبسوا تيشيرت النادي الاهلي وصنعوا من تاريخ النادي الاهلي كتير. يعني معلش انا وحسام كمان النادي الاهلي وكمان منتخب مصر طبعا مش لعب الثلاث ايام في النادي الاهلي ولا خمسه وتقال عليهم. يعني الراجل اللي بيتكلم ده ما بيقولش كلامه خلاص، لا ده بيقول كلام على حق ولازم يتسمع، لانه بيقوله صح وبيتكلم صح، يعني مش بيقول اي كلام وخلاص. اتفضل. انا الدقيقه 75 يا مهيب كسبان النادي الاهلي وجداره، مش كسبان سرقه ومضيع اجوان تمام، وجون وضرب الجزاء خلاص انتهت الماتش، خلص 2-0 خلص. المشكله بقى انا عايز طبعا اللجنه الخماسيه والناس اتحاد الكره المحترمين يشوفوا اللي حصل، الاحداث اللي حصلت في مع الطاقم الحكام. انا دلوقتي الفار ده اتعمل ايه؟ ده الفار الراجل ما راحش بص عليه مره، ما راحش ابص عليه مره ولا ليه ولا عليا تمام. انا لما اجي اروح للراجل انت حسبت ضربه جزاء، اللايف مان مديك وانت مديك الكره اللي عمال الناس عماله تفتي ويقول لك اصلا من بره، من بره مين؟ انت الراجل الحكم صفر امتى يا ابويب؟ واحده واحده. أيوة. الحكم صفر امتى؟ بعد الاعاقه بجسم ايمن اشرف لسيسيه لجوه، يعني مصر ان يعمل خطا، مصر ان يعمل خطا جوه ال 18، يعني عرقله من بره بارقله على الخط، على الخط اللاين كمان، يعني على الخط ده اللاين ده يعني ضربه جزاء محسوب من 18 زائد ما صفرش من بره، ده صفر بعد الاعاقه بجسمه كامل لايمن اشرف لسيسيه يعني عشان نبقى واضحين. فيجي انت بقرار واخد ثقه مدي ضربه جزاء واللاين مان ادى اللي جنبي اللي جنبه ادى ضربه جزاء ويجي يقول له استنى الفار تمام، والفار يقعد ياخد ويدي مع نفسه، والفار يعني برضه طقم حكام برضه موجودين مصريين. أيوة. تمام، وتيجي في الاخر خالص تقول له من بره طيب، رحت له بكل احترام كرئيس كمسؤول عن الجهاز قلت له لو سمحت لو سمحت اترجاك انك تروح بنفسك تبص في الشاشه في البار بنفسك انت في الشاشه وتراجع الحدث، وانا متقبل اي حاجه تقعد تعملها. اصل خلي بالك كابتن ابراهيم هو ما بيروحش للفار غير لما ياكدوا له في الاربيت بتاعه ان الكره فعلا تستحق. لا يا مهيب الكلام ده مش الكلام ده، يقول لي لا ده مش قراري ده قرار الفار، انت مسؤول في الملعب ولعبه توقفك ولعبه فيها مصير الماتش مصير 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 على الاقل بص عليها مش اخسر حاجه. انا بوقفك ما اتكلمتش ولا بعد الماتش ولا طلعت امبارح مع القرارات دي كانت موجوده ولا عملوا حتى هم اتلغى المؤتمر الصحفي، ما اعرفش ليه اتلغى المؤتمر الصحفي مع ان ده ماتش قبل النهائي ولازم في مؤتمر صحفي وفي اثنين مديرين فنيين كبار المفروض حسام حسن ومفروض موسيماني المفروض يطلعوا كل واحد يقول رايه، انما قرار اتلغى المؤتمر الصحفي ليه يا عمي؟ وتيجي لما انت مش عايز تخش مؤتمر صحفي يوقع عليك عقوبه، حاجات غريبه جدا. ما هي ما في مؤتمر صحفي يا ما فيش تمام؟ ليه؟ كل واحد يقول وجهه نظره. تقديم فترجع لضربه الجزاء اللي حصلت، النتيجه تبقى 2-0، انت غيرت مصير مسار نادي، مسار تاريخ نادي، انك انت لو جون اتحسب ضربه الجزاء يبقى 2-0. لا يمكن في الامكانيات الموجوده وشكل الفريق المعمول بتاع نادي الاتحاد ان النادي الاهلي يرجع النتيجه. طب ما النادي الاهلي حط جونين يا كابتن ابراهيم. لا اله الا لا اله الا الله. بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه
وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا وقناه الاهلاويه على اليوتيوب. بالنسبه للاهلاويه اللي داخلين عن طريق الفيسبوك وبيلاقوا مشكله في تسجيل الدخول لليوتيوب، الامر بسيط جدا، هتلاقي ثلاث نقط جنب بعض هتدوس عليهم، هتطلع لحضرتك القائمه اللي قدامك، هتدوس على فتح في اليوتيوب، وبعدها هتقدر تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.